السلام عليكم. مرحبا امي، تطبخينا سوتيه من الخضروات. طبق ماذا هنا؟ شوفتنا باقلاجان، موركوة، سبولة، باذنجان، جزر، بصل، باتيسون، كاباتشوك. اها، كوسا. будут приправы в конце честный чук. وطوابل في النهاية سنضيف الثوم. еще можно и помидор покрошить. ويمكن أن نضيف الطماطم. باتيسون هو قرع باديبان. وهنا أمي تسلق بعض القرنبيط. كالعادة نقنص. هنا جستينا تلعب. الآن أحضر لجستينا بعض الفطائر. هنا كوسة، أفوكادو، بيض، جبن، ودقيق القمح. أضفت قليلا من القشدة الحامضة وبيضة ثانية، وبعد ذلك سأقلي على الزبدة. وسأعطي يوستينا توت عليق. ويمكن أن تضيفوا بعض البصل أيضا إذا أردتم. أمس اشترى أبي مثلجات، الآن سأتذوق. لذيذة. أحضر ليوستينا بيض دجاج مخفوق، وأضفت قشدة حامضة قليلا. سأكل التفاحة من بستاننا. هنا كذلك شوربة ليوستينا وتوت عليق. أخيرا خرجنا إلى المزرعة. هنا يتم البناء بسرعة. تاك تراكتر. تراكتر دير دير دير. تراكتور دير دير دير. جرارة تقول تصدر صوت دير دير دير. اليوم غيرت يوستينا جدولها قليلا. نامت مبكرا لأنها أمس نامت قليلا. بمجرد وصولنا سألقي درسا، ويوستينا ستلعب مع جدها وجدتها. كالعادة أحمل حقيبة ظاهر ثقيلة، دائما أخذ أشياء كثيرة. أخذ حفاظات، مناديل جافة، مناديل مبللة، بعض الطعام. ليوستينا طبعا. يوستينكا يوستينكا، بريت بريت عزيزتي. هنا أيضا يبنون مستودع الحديد كما نعرف.
عندي سؤال للأمهات اللواتي يشاهدن قناتي، ماذا يحب أطفالكم الأكل يعني في السن الصغير والكبير؟ أحيانا لا يكفي الخيال لأخترع وصفات الأكل، يعني أنا مضطرة إلى تحضير أشياء كثيرة ويأخذ ذلك وقتا كثيرا، ومثلا أحضر الطعام لجوستينا وقتا طويلا، ويوستينا سترمي كل شيء إلى الأرض في دقيقة واحدة ولا تريد الأكل، وأنا ضيعت الوقت الذي استطعت أن أقضيه مع جوستينا. مثلا كان يمكنني أن ألعب مع بنتي وفراشة، ولكنني ضيعت الوقت لتحضير الأكل. وتقول أمي لي ألا أقلق وألا أخترع أطباقا معقدة لجوستينا، يمكن أن تأكل شوربة، يمكن أن تأكل بنتي الجريش وهي تحب طماطم، جوستينا تحب أفوكادو كذلك، وتحب بعض الفواكه وأحيانا جبن، ويعني لا أعرف ماذا أعطي جوستينا وماذا أطعمها. أحيانا تريد الأكل، أحيانا ترفض الأكل. قولوا لي ربما عندكم أفكار ماذا يأكل أطفالكم وماذا يحبون الأكل. добрый день مثلا اليوم مثلا يوستينا تأكل شيئا وغدا تبصق نفس الشيء من فمها، وكذلك ترمي بعض الطعام ليأكل أمور. إن يوستينا كريمة جدا، تحب الحيوانات. هذا البيت قديم، بدأت أتمشى كثيرا لأن درجة حرارة الجو انخفضت قليلا. أحب الطقس المعتدل، لا أحب حرارة شديدة ولا برودة شديدة. هناك أيضا بيت قديم. أحيانا السياج يكون طويلا ولا يمكن أن أرى بيتا لكي أصوره لكم، ولكن أصدقائي عندي خطط كثيرة لقناتي. أريد أن أطورها خطوة خطوة. عندما سأتي كذلك سأعرض عليكم
بطاقات تعليمية اشتريتها لجوستينا. فجأة عثرت عليها في أحد المحلات في مدينة بوريسبيل واشتريتها. هنا شجرة البلوط، سأريكم ثماره، ثمار وقبعة، ولكن عندما تسقط فالقبعة يعني تسقط في مكان والثمار في مكان آخر. ومثلا هنا أيضا سأريكم، انظروا كيف في قديم الزمان حضروا القهوة من ثمار شجرة البلوط. في 23 من هذا الشهر، من شهر أيلول سبتمبر، في 23 سنحتفل بعيد ميلاد يوستينا. ولكنني لا أعرف بأي شكل سنحتفل، لأن أفراد عائلتي وأفراد أسرة زوجي كثيرون، ونحن نعيش على ضفتي نهر دنيبرو المختلفتين، ويجب أن نجمع الجميع في مكان واحد. لا يوجد عندي وقت ولا قوة لأحضر الطعام الكثير للجميع، وهذا صعب جدا. طبعا يمكن أن نطلب الطعام من المقهى، ويمكن أن يجتمع أفراد أسرتنا في المقهى، ولكن ذلك يتطلب أيضا أموالا كثيرة. وعندنا حدثت بعض المشاكل، ونحن يعني أنفقنا بعد الادخارات، لذلك لا نعرف ما إذا احتفلنا بعيد ميلاد يوستينا بطريقة يعني فاخرة. يعني ربما فقط سنلتقط صور، سنأكل كعكة، لا أعرف، يعني نفكر في الموضوع. لجوستينا عراب وعرابة تعرفون، يعني على قارب سيأتون لتهنئة جوستينا، سيقدمون الهدايا، ولكننا لا نعرف ماذا نفعل. يعني أنا مرتبكة قليلا، هناك كلاب شريرة. أخيرا أتينا. Знакомься. Ты скучно.
хуже. Дядя Куля отлетел у тебя, дядя Куля. Вивосточка, дядя Куля пришел отлетать. Пистинка. Дядя Куля отлетел. Вау, кам альвуруд джамиля. والرائحة قوية. دادي كوزك ذو سيتشاف دود. واو وهنا عنكبوت. كوزة. Давай, Боби. Давай, Боби. Давай, моя миленькая. Куда ты едешь? А ты даже не поняла, куда влезла. Юстя! Дай сюда, Кузьма. Дай, дай. Это не твоя іграшка. Газігі Люга болі Юстина. Це Юстинки на іграшка. Ти нас помилуємо. الآن سأفرغ حقيبتي أشعر بالحرارة قطعت مسافة يعني طويلة كبيرة الآن سأشرب كومبوت مشروب العنب سألتمونا في التعليقات كيف نحضر هذا الكومبوت إن شاء الله اليوم سنعلب وسنريكم الطريقة انظروا هنا حلوى أوكرانية تسمى كيسيل Це раніше, коли нічого не було, так це такий десерт був. Оце де що не було, там чи весілля, чи що, в кінці ставили кисіль. А взагалі, як похоронна процесія, так ото кисіль. Ага. Кисіль подавай. Ага. Це такий десерт, бо не було нічого. Аздікаї, кисіль, хальва Україна кадіма. كانت تقدم في نهاية حفل الزفاف مثلا وكذلك في نهاية مراسم الجنازة في كل المناسبات في النهاية أعطوا قدموا كسيل للضيوف ومثلا إذا قدم صاحب البيت كسيل للضيوف فيعني ذلك أن وقت المغادرة اقترب ويجب على الضيوف أن ينصرفوا يرجعوا إلى بيوتهم وأحيانا إذا تعب الضيوف وأرادوا الذهاب إلى البيت فيقولون لصاحب البيت قدموا لنا كسيل لأننا نستعد للمغادرة للرجوع إلى بيتنا كسيل يمكن أن تشاهدوا وصفة تحضير هذه الحلوى الأوكرانية في قائمة تشغيل نطبخ مع لودميلا في قناتنا قد صورنا في الماضي كيف نحضر طريقة تحضير يمكنكم أن تجدوا الآن سأكل وسأريكم عن كسب كسيل еще мам ти ще казала цей кисіль з яких ягід чи що це тут трошки малини смородина і сливки ага сливи так هذه الحلوى كسيل من توت عليق وبرقوق وكشمش اسود
Але є яке ще? Де з вишень? Можна самої смородини, самої Юмкін ан Юмкін ан тухадру кесіль хатта мінат туфа. Юмкін ан тухадру міналь кярас. Мін айшей. Фарауля. І молочний ти сказала. Ва казалика аздикаи юджат кесіль міналь халіб. Хальва міналь халіб навсуга. Туж бігу голям калілен. Вау, джаміль. Аль-анса акулю. Аздикаи. Газі хауха ахира мін шаджаратіна. Такрібан інтага мавсімуль хаух. الخريف والشتاء نحتاج إلى فيتامينات كثيرة لأن موسم الفواكه والخضروات ينتهي في الخريف خطوة خطوة ينتهي المحصول. أحب أن أكل بملعقة صغيرة. انظروا أصدقائي، عندما سيبرد سيصبح أكثر مططياً. أحياناً تقول أمي أحياناً يسكبون كسيل في الأكواز في الأكواب. جميل. أنا سأكل كسيل ببعض البسكويت. Бисквіт Наполеон. Лезіз джіддан. Валлаун джаміль. Салімат ядакі умі. Золоті ручки Божих благословень. Альшу кирляки. Дуже дякую. Тахтаджуна іля наша бататис. Леся наша зура, баль наша бататис. Літохдирга за таба. Са атазаваду діттака. Леся улькидарсен. Леся улькидарсен.